إلى مساحتنا الصباحية الأولى يا سالي. خلينا نحكي اليوم عن السكر. يمكن أن يؤدي تناول كمية كبيرة من السكر إلى زيادة الوزن الناتج عن فرط السعرات الحرارية المستهلكة، وبالتالي ارتفاع خطر الإصابة ببعض المشاكل الصحية مثل أمراض القلب والسكري من النوع الثاني وغيرها كثير من الأضرار. خلونا نتابع التقرير التالي ونرجع لضيفتنا. الإنسان بطبيعته يجذبه المذاق الحلو، فطر الإنسان في الواقع على حب الطعم الحلو، هذا ما يؤكده معهد الحواس الكيميائية في فيلادلفيا بدراسة أخيرة له. ولكن السكر الأبيض بالواقع هو السكر المكرر، والذي يعتبر من أنواع السكريات الضارة إذا تم الإفراط في تناوله، ولا ينصح الأطباء بتناول أكثر من معلقتين صغيرتين من السكر الأبيض يومياً، فمعظمنا على دراية بالأثر الفورية للسكر الزائد حتى لو لم نتمكن دائما من فهم العلاقة بينهما، إذ تزيد الشهية وتؤدي إلى رغبة أكبر في تناول المحلويات، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى اشتهاء السكريات بشدة وتقلبات مزاجية والشعور بمشاعر سلبية للغاية. كذلك الضرر الذي يمكن أن يسببه النظام الغذائي الغني بالسكر بمرور الوقت أسوأ، ويمكن أن تشمل زيادة الوزن وتراكم الدهون الزائدة حول الوسط واحتمالية الإصابة بأمراض السكري وخطر الإصابة بأمراض القلب. بالإضافة إلى ذلك، فالآثار الطويلة الأجل لتغيير النظام الغذائي المليء بالسكر واتباع نظام غني بالأطعمة المغذية والصحية المفيدة للقلب يسفر عن آثار أكثر إيجابية. فتناول السكر الأبيض بشكل كبير يعرض الصحة للكثير من الأضرار، وعلى رأسها السمنة وما يصاحبها من أمراض، بالإضافة إلى الاكتئاب وأثره السلبية على الشعر والبشرة والصحة بشكل عام. لنعرف أكثر عن هذا الموضوع، خلونا نرجع لضيفتنا بالاستوديو دكتورة لمى حديد، أخصائية بغدد السم، لتجاوبنا على كثير من الأسئلة حول هذا الموضوع. سمر، موضوعنا اليوم غاية بالأهمية. مين ما بيحب السكر؟ كل العالم بتحب السكر، ولكن بتشوفي عالم انه بدل ما تستخدم السكر هلأ مثل ما بدنا نحكي بتستخدم اشياء تانية، ومضار السكر كتير كبيرة. بيسرنا ايضا نرحب اليوم بضيفتنا لهذا الموضوع، ضيفتنا الدكتورة لمى حديد، أخصائية في غدد الصم والسكري. سعد صباحك وأهلا وسهلا فيك دكتورة. صباح الخير، صباح المطر الحلو والخير إن شاء الله. أكيد يسعد صباحك دكتورة وأهلا وسهلا فيك. بالبداية دكتورة، خلينا نحكي مثل ما سمعنا بالتقرير كثير في أضرار لتناول السكر الأبيض، خلينا نتعرف أكثر على أضراره. تناول السكريات بشكل عام هو عامل كتير ضار، بعتبره أنا إذا تجاوز الحد. طبعا كل الطعام الصحي هو الطعام المتنوع، هو الطعام اللي بده يحوي السكريات إضافة للبروتينات إضافة للدسم، طعام متوازن. لذلك يجب أن ما يكون في عنا اعتماد دائما على نوع واحد من الأطعمة، أو أنه نفرط بأحد الأنواع على حساب نوع آخر، لأنه الطعام المتوازن هو الطعام اللي بيعطي الجسم الصحي وبيعطي الطاقة للجسم وبيبني الجسم بطريقة صحية، سواء من الطفولة حتى بالشباب وبالكهولة. فطعامنا يجب أن يكون حاوي على كل العناصر الغذائية. السكريات هي نوع من أنواع العناصر الغذائية التي يجب أن يتوافر بطعام الشخص، ولكن الإفراط هو الخطأ، ونوع السكريات اللي عم نتناولها هو كمان اللي بيحدد انه هالسكريات هي مفيده او سيئه. جميع الهيئات الصحيه بتحكي انه السكر الابيض او السكر الصافي ما لازم يعطينا مقدار الحريرات اللي ناخذها منه، للرجل ما يتجاوز 150 حريره وللمراه ما يتجاوز 100 حريره من هذا السكر الصافي اللي بدنا ناخذه. اي انه الكميه مثل ما ذكروا بالتقرير انه ما نتجاوز المعلقتين الصغار من السكر الابيض، يعني سكر التحليه. نحن ممكن نحصل على السكريات اللي هي بدها تدخل ببناء جسمنا، واللي هي بدها تدخل وتعطينا الطاقه من مصادر اخرى. يعني لما انا باكل قطعه فاكهه انا بكون عم باخذ قسم من السكريات اللازمه للجسم. لما بنتناول الخبز او الرز نحن بنكون عم ناخذ الكربوهيدرات اللازمه لبناء الخلايا وبناء الجسم واعطاء الطاقه الضروريه لنا. ولكن اللي صار انه بيكون في عندنا صاير شيء مثل العاده،
انه كلياتنا متعودين ناخذ القهوه حلوه، متعودين نشرب الشاي في سكر، فهي صارت عاده الطعم الحلو بيصير عليه شبه ادمان، انه انا هالشخص ادمن انه بده ياخذ كاسه الشاي مع معلقتين سكر. هذا كثير خطا كبير لازم كلياتنا نحاول نتجاوزه، لانه مع الايام ومع الوقت ومع الزمن ممكن هي كلها تؤدي لاضرار. ذكر بعض منا بتقريركم تناول الحلو بكميه كبيره اكيد عم يعطي سعرات حراريه كبيره، عم يؤدي لزياده بالوزن. زياده الوزن والسمنه هي من الامراض الاستقلابيه اللي للمستقبل حتخلي الصغار الاطفال الصغار، اذا نحن عودنا ابننا من صغرته انه ياخذ الطعم الحلو وياخذ كل شيء قطح يعني اكلات فيها سكريات عاليه حيؤدي لزياده وزنه، مستقبلا حيصير الامراض الاستقلابيه الثانيه اللي في عندنا ارتفاع التوتر الشرياني، في عندنا الامراض القلب والشرايين، هي كلها امراض يعني تؤثر على نمط حياه الشخص. من هون كان الخطر، البدايه كانت بنقطه تناول سكريات بكميه كبيره، النهايه صرنا بامراض عديده التغلب عليها والنجاه منها بتكون صعبه. كلياتنا بنعرف يعني في له كثير تاثيرات ثانيه السكر بكميات كبيره. ذكر منا تاثيرها على البشره مثلا، انه الكميات الكبيره من السكريات بتؤدي الى ظهور التجاعيد بشكل مبكر والى انه هي معلومه للبنات بالضبط هلا ولا حدا يشرب. تسيء الى الجلد وصحه الجلد. صحيح. تؤدي الى الاكتئاب مثل ما ذكرنا كميات كبيره من السكر. في عندنا معلومه يعني هي لازم ما نخاف كثير منها بس هي موجوده، انه السكريات بكميه كبيره ترفع من نسبه السرطانات. كله لانه نتيجه وجود يعني خطا استقلابي بيصير بالجسم. نعم. نتيجه تناول السكريات البسيطه. لذلك الوقايه خير من العلاج. من الطفوله نحن بنعود الطفل على تناول الماكل والمشروبات الاقل حلاوه. تمام. حتى يضل هي عاده، يتعود هذا الطعم ويستسيغه، الطعم ما هو معدوم الحلو ولكن بكميه قليله. نعم. ونستعيد عن السكر الصنعي السكر البسيط بسكاكر الفواكه بسكاكر النشويات والأطعمة اللي ممكن تكون تدخل بكل وجبة من وجباتنا. نعم. يمكن عادات خاطئة دكتورة لما كلنا عم نوقع فيها، ويمكن نحن ما لنا حاسبين حساب بعدين أو المستقبل نحن شو ممكن مثلا يأثر علينا. دكتورة كثير من الصبايا أو حتى الشباب يلي بيفوتوا بنظام حمية غذائية بيستبدلوا السكر بالمشروبات بالسكرين. خلينا كمان نحكي عن السكرين، ما هو مثل ما بيقولوا طوق النجاة الخالص. أكيد كل شيء محليات صناعية نحن ما بننصح فيها، يعني المواد الصناعية ما إلى ضرورة أني أنا أدخلها ضمن نظامنا الغذائي. حتى لو مريض السكري لا ينصح كثيرا بالسكرين. نعم. وإذا تناولنا يعني بدها تكون بكمية مدروسة وقليلة، ما تكون الكمية كبيرة اللي عم ناخدها أو هي بتعيض أبدا عن أنه أنا بدي ضل أخذ الحلو. لذلك انا ركزت انه نحن نعود نفسنا على الطعم الاقل حلاوه. انا ما باخذ بقيم السكر وبروح بضيف محلي صناعي وبضل عم باكل شيء حلو. لا ينصح بالمحليات الصناعيه بكميه كبيره، لا لمريض السكري ولا للشخص اللي عم يتبع حميه لتخفيف الوزن او حميه صحيه. نستعيد بالفاكهه، نستعيد بمثل ما ذكرنا النشويات اللي بتعطينا الكربوهيدرات بدون ما يكون في عندي السكر البسيط الابيض. أكيد دكتورة كلياتنا بنعرف يعني اللي بياكل حلو بتعطيه هذا الشيء شعور بالسعادة، ويعني عن جد يعني مشان هيك كل الأشخاص يعني بيتناولوا مثلا الشوكولا أو بيزيدوا كمية السكر مشان شعور السعادة يطلع، بس أنت اللي حكيتي إنه هو بيزيد الاكتئاب. خلينا نحكي عن هاي الدراسة الجديدة، خلينا نوضحها. نحن لما بيتناول الشوكولا أو بيتناولوا بعض الحلويات هي فيها مواد معينة ترفع بعض الهرمونات بالجسم تعطي هذا الشعور. ما هو السكر اللي بيؤدي لهذا الشعور تبع السعادة أو اللي بيقول إنه في عنده في هرمون في مادة أنا بتناول الشوكولا خصوصي لحتى أرفع من مزاجي. الشيء اللي السكر نفسه هو بيؤدي الى رفع كميه، يعني بيعطي كثير حريرات زياده. هذا الشخص حيصير في عنده طاقه صح بالبدايه، بس بعدين بالعكس بده يصير في عنده افلاس من الطاقه، يعني بيعمل ذروه ورفع من الطاقه ويتلوها شعور بالهمود وشعور بالتعب والخمول.
غير انه مثل ما كمان مهمه، نقطه مهمه، نعم. انه نحن لما بناخذ شغلات فيها سكريات بسيطه نشعر بالشبع انيا، ويعود شعور الجوع بعد لاحقا وبسرعه. يعني الشخص اللي بده يكون بده يتبع نظام غذائي صح لازم يكون نظامه بدون سكريات لحتى ما يتناول كمية كبيرة من الطعام. حتى في أنواع فواكه معينة يعني الدكتور بيقول لهم أنه هاي مثل مثلا يمكن الموز ومدري كمان في فواكه تانية أنه ممنوع ياخدها يلي حابب يعمل نظام غذائي أو حابب ينزل من وزنه. يعني كمان نحن هو يكون نظام متوازن بس السكريات البسيطة. يعني أنا لما باخد كأس شاي فيه سكر كمية كبيرة بشربه آنيا خلال ساعة لنص ساعة بيصير الشعور بالجوع أكثر، لأنه بيستهلك السكر بشكل سريع، ما بيضل ما بيبقى لفترة طويلة يعطيني الطاقة لفترة طويلة. فنحن لما بالعكس لما أنا باكل قطعة خبز فيها نشويات وبتعطيني سكريات لجسمي بتدوم فترة أطول وما بتعطي هذا الشعور تبع الجوع. ليش دائما نحن بنصر كمان ضمن غذائنا يكون في ألياف؟ هي الالياف هي اللي بدها تاخر مستقبلا، يعني بالوقت خلال ساعات بتاخر من امتصاص هالسكريات وهالنشويات وبتاخر من الشعور بالجوع. يعني انا لما باخذ طعام غني بالسكريات ما بقدر ابقى فتره طويله بدون تناول طعام لاحقا، الشعور بالجوع بصير شديد. صحيح. بتعطي طاقه انيا بترفع الطاقه، ولكن بعدها بتيجي فتره فورا بصير في عنده شعور بالجوع وتعب. نعم. خلينا نحكي دكتورة عن يلي معهم شيء اسمه هبوط في السكر، كل فترة بيصير معهم وبيضطروا يتناولوا نوع من السكريات، وأيضا نحكي عن اللي عنده أمراض وراثية بالبيت مثل السكري، الأب معه سكري أو الأم، وبيجوا الشباب نحن بنعرف أنه بياكلوا سكر بلا ما يحسبوا حساب لقدام. خلينا بس نبلش بهبوط السكر. هبوط السكر نحن بنعتبره يعني أكيد هو حالة مرضية، يعني وقت بيثبت عند الشخص هبوط سكر بده يندرس طبيا لمعرفة سبب الهبوط اللي له أسباب كثيرة. يعني في عنا أحيانا بعض أورام البنكرياس اللي هي بتؤدي إلى زيادة بإفراز الأنسولين بتؤدي إلى حدوث حالات هبوط السكر، حالة مرضية. في عنا حالات نقص بعض الهرمونات الجسم مثل الكورتيزون كمان تؤدي إلى حدوث نقص بالسكر. عنا بعض حالات سوء الامتصاص عند بعض الأشخاص تؤدي إلى نقص بالسكر. فنقص السكر إذا كان مثبت، يعني نقص السكر في بعض السيدات مثلا بيعملوا تحليل بيلاقوا السكر بحدود 70 ل 80 ملي جرام بيقولوا سكري نزل. هذا الأرقام لا غير مثبت، هي أرقام مانا ناقصة، هي أرقام طبيعية. الرقم بده يكون ما دون 60 وأدى إلى أعراض، يعني الشخص صار في عنده هبوط بالضغط، صار في عنده تعرق، صار في عنده جوع شديد رجفان، وبلش يشعر بشعور أنه هو حيفقد الوعي. هي حالة نقص السكر المرضية اللي بتستدعي دراسة أكيد، واللي ما بتتعالج أبدا بأنه بس اتناول السكر. هي حالة مرضية، حالة مرضية بدها متابعة لأنه بدها تتشخص ونعالج السبب اللي أدى إلها. أما الحالات الثانية اللي بيصير نتيجة مثلا جهد شديد، نتيجة تعب ومشي طويل أو ركض أو ممارسة رياضة لفترة طويلة، صار في عندي شعور بالتعب والوهن وعملنا تحليل لقينا أرقام السكر منخفضة قليلا، هي أرقام هي بتكون حالة نقص سكر تعالج بتناول مثل ما ذكرنا قطعة بسكويت سادة مثلا فيها شوية نشويات، قطعة كعك، أفضل ما أنه نحن ناخذ كاسة عصير أو كاسة مشروبات الغازية كتير سيئة. المشروبات الغازية الكأس يعني صغيرة هالقد من الكولا بتعطينا كمية كبيرة من السكريات اللي هي جدا سيئة للصحة. فنحن بناخذ أو مثلا ياخذ قطعة فاكهة أو بياخذ مثلا حبة تمر، شيء طبيعي يعطي سكريات بدون ما يكون مؤذي للصحة. نعم تمام. الحالة الثانية اللي ذكرتيها انه الاشخاص اللي في عندهم اهلهم مصابين او في عندنا عامل وراثي للسكري، ابدا ما هو شرط انه نحن انه يعني في سكري وراثي اوكي، بس انه المشكلة انه نحن نتبع نمط حياة صحية بيحمينا، ما يكون في عندنا خوف دائما متغلب علينا انه نحن لانه الوالد سكري نحن بدنا نصاب بالسكري او الام سكرية البنت حتكون سكرية. لا، بس اتبعنا نظام حياة صحية، يعني نظام ما يؤدي لبدانة،
ما يكون في خمول وكسل وقاعدة دائما نمارس الرياضة. الطعام الصحي المتوازن اللي ذكرناه هو أكيد حيحمينا. نعم. ويكون من وسائل الوقاية من الإصابة بالأمراض الاستقلابية. أكيد دكتورة، كثير من الأطفال عم نسمع عم يصابوا بمرض السكري، بس بنفس الوقت الأطفال كيف ممكن نحرمهم من السكر أو من الحلويات؟ شو هن البدائل ممكن الأهل يستعينوا فيها بدل ما ياخذ الطفل كمية كبيرة من السكر، يعني وهو كمان طفل وأكيد بحاجة هالأشياء؟ هلا في حال هو طفل مصاب بالسكري، طبعا هذا السكري النمط الأول اللي بيصيب الأطفال الصغار، نحن بدنا نبلش مع الطفل بإقناعه وبتعويده وبتعليمه انه الطعام المناسب لك يحتوي كذا وكذا وكذا. نحن ما بنحرمه حرمان كامل. تمام. يعني بنعوده تعويد، نظامه الغذائي لازم يحتوي دائما النشويات، يحتوي الفاكهه، يحتوي، نمنعه عن الشغلات اللي مثل ما عم نذكر نحن هي غير صحيه. تمام. يعني المنع يكون بالمواد الغير صحيه، المشروبات الغازية ما إلا ضرورة لا عند الطفل المصاب بسكري ولا عند غيره، المأكولات الحلوة والأكلات البسكويت الغني كتير بالحلويات وبالشوكولا كمان، هذا نحن منأكد على أنه ما نعطيه لكل الأطفال حتى ما يؤدي لزيادة وزن ويؤدي للأمراض الثانية لاحقا اللي بتلحق أمراض البدانة. فلذلك التعويد والنظام الصحي الصحيح الحاوي على كل عناصر الغذائية، ونبدأ من الأم. تمام. يعني هي ام الطفل هي اللي بدها تتعلم وتعرف كيف يكون نظامها بالبيت. صحيح. كيف تكون وجباتها، تكون وجبه الفطور ووجبه الغداء ووجبه العشاء متوازنه، فيها خضار كميه كبيره، فيها اللبن والحليب اللي هن اللي بيعطونا الحليب، كاس الحليب يحتوي سكريات، لما بعطيه للطفل بيعطي طاقه وبيعطي مقدار من السكريات بدون ما اعطي انا السكر الابيض الصافي اللي هو حيعطي الطعم الحلو ويتعود عليه الطفل دائما. نعم. فانا بعود الطفل من الطفوله انه ياخذ كاسه الحليب بدون سكر، انه لما انا بسقي اي مشروبات زهورات او اي شيء من المشروبات حط كميه قليله من السكر او بدون سكر ليتعود على طعم المشروبات نفسها، ياخذ الطعم نفسه ما ياخذ الطعم الحلو فقط. لما بنروح نشتري مثلا بالمدرسه، ما ضروري انا بالمدرسه انه لازم بالفرصه يكون السناك تبعه قطعه شوكولا، ناخذ السناك قطعه فواكه. الجوسات اللي عم يشتروها الصغار كثير خطيره وقديش فيها نسبه سكريات عاليه كثير سيئه. تمام. يعني هي سيئه، ومثل ما ذكرت لك كل الاطفال لازم الام يعني تمنع انه تخلي الطفل معه قطعه فواكه، معه حبتين تمر، معه بسكويت ساده مثلا، ممكن اذا نستغني عن العصائر الغنيه بالسكريات، نستغني عن المشروبات الغازيه او عن قطع الحلو اللي دائما تعودوا عليها الاطفال وهي ما انا عاده جيده. حتى دكتورة لما مشروبات الطاقة يلي بنشوف الشباب مقدمين عليها بتعطيهم طاقة، يعني هي يمكن فيها السكريات يمكن أكثر مشروب فيه السكريات. يعني أنا بتصور هنا بسموها مشروب الطاقة وهو عم ياخذوا الطاقة على أساس من السكريات. هون برجع بأكد على إنه هون بتكون شغلة كاذبة، يعني بصير ارتفاع سريع ومن ثم بعده تعب شديد وبصير اعتياد عليها. يعني لازم كل شبابنا يعرفوا انه هي ابدا اسمها ليس على مسمى، مو طاقه، ما اسمها هو هذا. ياخذوا الطعام الصحي، الطعام الغني بالخضروات والغني بالطعام مفيد. نعم. يعطيهم طاقه لمدى اطول، مو مثل هي ابدا ابدا، هي ما لها مشروبات طاقه ولا ينصح فيها نهائيا. الطلاب اللي عندهم دراسه صاروا كثير عم يشربوا مشروبات طاقه مشان تعطيهم طاقه ويقدروا يسهروا. دكتوره خلينا قديش نحكي عن قديش السكر بياثر على جهاز المناعه عنا، بالاخص هلا بفتره كورونا وكثير منتشر يعني وعم بياثر كثير على الكبار بالسن، خلينا نحكي عن تاثيره السلبي على مرضى الكورونا. من النصائح اللي كلياتنا كنا عم نسمعها اثناء فتره انتشار الكورونا انه دائما ننصح المريض ابتعد عن تناول السكريات البسيطه، لانه هي واحدة من الشغلات اذا اكثرنا منها حتؤدي لضعف بمناعه الجسم، فهي كثير نقطه كانت مهمه وخففنا كثير من تناول السكريات بهي الفتره، ولسه لهلا بننصح دائما نخفف. ليش من السكريات؟ لانه حتؤدي لضعف بمناعه الجسم، حيؤدي لضعف بمواجهه خلايا جسمنا للفيروس اذا في حال الاصابه لا سمح الله. وكل المرضى اللي انصابوا اكدوا
انه بس هن بلشوا خففوا من السكريات او وقفوا السكريات لاحقا صارت حياتهم لقوها انشط، لقوا حالهم استقلابهم افضل وحركتهم ونشاطهم كان مواجهتهم للاصابه كانت افضل. فنحن بننصح هلا بفتره الإصابة أو لاحقا بعد ما أنه إن شاء الله بيزول هالفيروس وما عاد بنشوفه، دائما يكون طعامنا قليل السكريات البسيطة لحتى نكون مناعتنا أقوى ونقدر نواجه كل شيء مرض ممكن يصيبنا. دكتورة لما يعني مع هالمعلومات بدنا نتشكرك جدا، بدنا أيضا هيك إن شاء الله يكونوا مشاهدينا قدروا يستفيدوا من المعلومات اللي قدمتيها. أهلا وسهلا فيك. شكرا لكم. شكرا لك دكتورة، شكرا لوجودك معنا، وأكيد بنشوفك بحلقات قادمة. شكرا.